اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من صفحتنا اساسيات مسيحيه. في مشكله جديده بنواجهها في صفحتنا هي مشكله الاباحيه. وبعد ما عرفنا ان بنواجه مشكله خطيره في الحلقه الاولى، النهارده هنشوف راي العلم ايه، وهل راي العلم في كل حاجه صواب ولا احنا محتاجين نفكر ونراجع الامور اللي بنسمعها النهارده من راي العلم الحديث والقديم او الكلاسيكي. كلنا عارفين أبو علم النفس ومؤسس علم النفس الحديث هو سيجموند فرويد. فرويد كان بيقتنع أن العادة السرية والاستمناء هو تطور طبيعي في الطفل والمراهق، ولابد أن يتخلص الطفل والمراهق من هذه الأمور في مرحلة البلوغ. وأيضا علماء النفس بعد الحرب العالمية قالوا الكلام ده برضو، قالوا أنه شيء طبيعي وهي أحد الخيارات العلاجية الجنسية. فاللي عنده مشكلة جنسية يمارس هذا الأمر لكي يعالج. ده اللي احنا بنشوفه النهاردة، لحد النهاردة حتى في مدارس علمية وعلاجية تتحدث بهذا الرأي أيضا، وهنعرف رأي الكتاب ورأي كلمة ربنا فيه. القياسات النفسية الآن ولا سيما الـ DSM اللي هم الدليل التشخيصي بيقولوا كده، بيعرفوا مشكلة جديدة لينا النهاردة في هذا الأمر وأمر الإباحية، وهي الاضطراب الجنسي السلوكي القهري. يعني إيه اضطراب جنسي قهري سلوكي؟ هو أنك تستغرق استغراق طويل الأمد، يعني الوقت طويل وبشكل عميق ومتكرر وشديد في التخيلات والسلوكيات الجنسية، مع حدوث بقى معاناة في الوظائف الاجتماعية والمهنية. يعني بمعنى أصح وببساطة، إن الحاجة دي أنت بتستغرق فيها، بتمارسها بإفراط، والحاجة دي مش بس بتمارسها لكن بتؤثر على علاقاتك الاجتماعية وبتؤثر على وظائفك الحيوية وعلى شغلك وحياتك المهنية. وهم يعني حددوها أنها ممكن تكون مثلا أني تأتي النشوة أو الشبك مرة يوميا والاستمناء القهري، فهي دي المشكلة أو تشخيص المشكلة. وكمان لما تطرقوا لمشكلة الممارسة العادية قالوا إنها سلوك صحي وتعبير عن جنسانية الشباب. وإحنا عارفين كويس إن في سن الشباب الرجال أكثر من النساء عرضة لهذه المشكلة، وفي الأطفال البنات أكثر من الأولاد نسبة للدراسات والإحصائيات اللي لدينا النهاردة ولا سيما في السنوات الأخيرة. لكن المفاجأة لينا واحنا بنواجه العلم وبنعرف العلم قال ايه في مشكلة الإباحية، ان العلم لم يقدم نتائج سلبية وأضرار سلبية واضحة للاستمناء والعادة السرية ومعتبرها سلوكا إيجابيا وطبيعيا. وبيقولوا كده، بيقولوا ان السبب وراء الاستمناء المفرط او الاضطراب السلوكي الجنسي القهري اللي حكينا عنه هو ممكن تكون مع عوامل نفسية زي الاكتئاب، زي القلق، زي الوحدة، زي انخفاض القيمة الذاتية او الروح المعنوية، زي العزلة. كل هذه الامور بيتطرقوا اليها علميا واحنا بنتناول المشكلة بشكل علمي. لكن هل العلم تطرق لأي مشكلة وأضرار حكى عنها في التناول اللي فات المختصر بناء على دراسات وحاجات كتير قريناها واحنا بنحضر الحلقة دي؟ بالتأكيد لا، لم يقدم أي أضرار، لم يقدم أي نتائج ومشاكل سلبية، رغم ان احنا قلنا في المقدمة ان في نتائج سلبية كتير في المحاكم وإحصائيات وعنف وأمور كتير حكينا عنها وهنحكي عنها في الحلقات الجاية في التحذيرات والأضرار. عشان كده مشكلتنا مع العلم ان العلم لم يتطرق إلا للأمور الجسدية فقط في تناول هذه المشكلة، لم يتطرق للأمور الاجتماعية، لم يتطرق للأمور الروحية، لم يتطرق للأمور النفسية، لكنه تطرق فقط للمشكلة الجسدية. وعشان كده أحد الحاجات اللي بيقولوها ولازالت حتى اليوم نظرية ولم تثبت كحقيقة علمية مثبتة مقبولة للجميع، هي أن بيقولوا أن هذه الممارسة تقي من سرطان البروستاتا. مفيش أي حديث من الأمور العلمية اللي شفناها عن الأضرار الروحية، عن الأضرار الاجتماعية، عن الأضرار العاطفية، عن الأضرار الجنسية. لم نرى هذه النتائج السلبية اللي بنراها النهاردة مشكلة حقيقية، عشان كده جايين نواجه ونخاطب المشكلة دي. حاجة تانية مهمة محتاجين نقر بيها وهي مثبتة علميا النهاردة، أن هذا الأمر في ممارسته له تأثير إدماني صعب. بيقولوا كده علميا بعد ما عملوا إيميجينج وتصوير طبي في أماكن كثيرة، أن هذا الأمر وممارسة العادة السرية قد يؤثر على أكثر من 30 منطقة بالدماغ أو المخ. عشان كده
في طبعا يعني مناطق اللذة والمكافأة كل هذه الأمور. وأيضا يفرز من خلال هرمون الأوكسيتوسين، هرمون الالتصاق والحميمية اللي كان مفروض أصلا موجود في العلاقة الحميمية بين زوج وزوجة، لكنه أيضا في هذه الممارسة يقولون أنه يفرز أيضا. فهذه الأمور علمية أيضا قدامنا محتاجين نحطها قدام حضراتكم. طيب إيه اللي بيقدمه النهاردة علم النفس الحديث لمواجهة هذه المشكلة؟ ممكن يكونوا بيقدموا 15 جلسة في فترة حوالي 9 شهور. الجلسات دي فيها علاج بالكلام، فيها علاج بمعرفة الأسباب والتأثيرات اللي جعلت الشخص يمارس هذا الأمر بإفراط، وبيتناولوا هذه الأسباب والعوامل والتأثيرات والنتائج عشان يحاولوا يحلوا هذه المشكلة بجلسات العلاج النفسي. كل ده بنقدمه وإحنا بنتناول المشكلة بشكل علمي، ونعرف العلم بيواجه المشكلة وبيقول عنها إيه، وهل هو معترف إنها مشكلة ولا لا. لكن آخر حاجة عايزين نقولها في قضية العلم والعادة السرية أو العلم والإباحية، هو إنه لم يوضع ممارسة العادة السرية في الأطفال ولم يعترف بها في الأطفال كمشكلة تماما علمية، لكن هم اعترفوا بها كاضطراب عاطفي وسلوكي فقط في سن المراهقة. لكن المركز الوطني للسلوك الجنسي للشباب اعترف أن الاستمناء المفرط أو العادة السرية بشكل مفرط أو بشكل كبير مثال على السلوك الجنسي الغير مناسب عند الأطفال أقل من 12 عام. طيب آخر حاجة عايزين نقولها في حلقتنا دي، إن كانوا بينسبوا أسباب ممارسة العادة السرية بإفراط لهذه الأسباب اللي هنقولها لحضراتكم، ولا سيما في الأطفال. كانوا بيقولوا إن الأسباب هي الاعتداءات الجنسية واللفظية وكل أنواع الاعتداءات. كانوا بيقولوا الألعاب الجنسية المنتشرة النهاردة في العالم اللي بيشتروها من مواقع زي أمازون وحاجات تانية، المعلومات الجنسية الغير صحيحة المنتشرة، الاضطرابات في الأسرة والأهل، وخاصة لو الأم عندها كمان مشاكل نفسية، الاضطرابات في النوم والرضاعة، الضغوط اللي بتحصل زي ضغوط الفطام، زي ضغوط ان يجي أخ أو أخت للطفل. كل دي حاجات ممكن يكونوا بيفكروا فيها، زي الانفصال عن الأسرة لو واحد راح لبيت تاني أو حصل له تبني أو أمور زي كده، زي اضطرابات نفسية أخرى بتحدث في الطفولة زي فرط الحركة، زي القلق، زي اضطرابات التواصل والمزاج، وزي الملل والتهيج أو الهياج. كل دي الأمور اللي بيقدمها العلم النهاردة. في نهاية حلقتنا أسفين أن احنا أطلنا فيها، لكن كان هدفنا في الحلقة دي أن احنا نقول العلم بيتناول المشكلة إزاي في المراهقين وفي الأطفال وفي البالغين وفي كل الأعمار، وهل هم بيعترفوا أنها مشكلة ولا لا. لكن واجهنا مشكلة حقيقية مع العلم، أن العلم لم يعترف بالأضرار الغير جسدية، لم يعترف بأضرار كثيرة اليوم موجودة، زي المشاكل العاطفية، زي المشاكل الروحية، زي المشاكل الاجتماعية الكبيرة النهاردة، زي عدم وجود إشباع في العلاقة الزوجية، زي وجود خيانات زوجية متعددة وكثيرة، زي أمور كتير بدأناها في حلقة المقدمة وهنكملها في الحلقات الجاية. بنشجعكم تكملوا معانا، وربنا معاكم.